انا اسف. وانت يعني تقصد ترمي نفسك قدام عربيتي؟ لا انا كنت اقصد. اهلا. واضح الاسئله اللي بتودي الداهيه. وداني يمكن ما بحبش وداني. هو دلوقتي حاليا يعني ان الواحد يكح او يعطس في وسط الناس بقت مخجله جدا اكتر يمكن من اي حاجه. كان في روايه اسمها ربع جرام، كانت من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا. كانت بتحكي عن المخدرات والادمان وقصه شباب دخلوا في الادمان وبعدين ازاي في واحد خرج منها، وطبعا في ناس ما خرجوش. ومن الروايات اللي اثرت فيها قوي لان انا وانا بقراها عيطت حوالي يمكن 3 مرات. كان في مواقف فيها قويه قوي. كذبت قبل كده؟ لا عملت اكتر من كده كمان. انا وانا صغير كنت كونت انا واصحابي عصابه، يعني نقدر نقول عصابه صغيره كده. كنا في ثالثه ابتدائي يمكن ولا حاجه كده، وكان في فصل قدامنا الناحيه الثانيه في المدرسه. الفصل كانوا بيعملوا زي حاجات فنيه كده بمجوهرات وكريستالات ومش عارف ايه، مش مجوهرات، هم كريستالات واحجار وحاجات كده. وانا واصحابي قررنا ان احنا نعمل شله مع بعض نسرق المجوهرات بتاعت الفصل الناحيه الثانيه دي. وكل يوم بقينا نسرق، كل واحد بينقي حاجه ونسرقها. وبعدين الخطه بقى اللي انا طلعت بيها ان انا عارف ان انا لما برجع بحاجه مش بتاعتي امي بتسالني دي جبتها منين وبتاعت مين ومش عارف ايه، يعني بتركز قوي في فكره انها انا الحاجه دي جبتها منين. فاتفقت معاهم ان احنا كل واحد فينا هيقول ان التاني مديها له. ورجعت بقى بالحاجه لمامتي، فكل يوم برجع لها باعقاد وحاجات. فامي بتقول لي بتجيب الحاجات دي منين، فبقول لها مامة صاحبي بتديها له وهو بيديها لي. ففي الاخر كلمت مامة صاحبي، ما كلمتش صاحبي شخصيا، كلمت مامته قالت له هو انت اديتي لابنك الحاجات دي اديها لعمر؟ فقالت له ما اديتهوش حاجه. فطبعا الكذبه اتقفشت واتبلغ عننا في المدرسه واترفدنا، وكانت قصه يعني. رجاله اكتر. عمري ما عرفت اصاحب ستات قوي، مش عارف ليه. كانت دايما بتقلب يعني بمش صحابي. الاسئله اللي بتودي الداهيه. انا شخصيا لا، الفكره نفسها فيعني بس انا شخصيا لا. هو اللي يعني الجواز لوحده حمل، فالواحد مش ناقص احمال اكتر من كده، فهو مش بسبب ان الانثى. لا، مصر ما عايش براها، مع ان كان عندي الاوبشن كتير، وحقيقه سافرت بره وعشت هنا، عشت في استراليا فتره. ما بدلش بلدي باي بلد تاني، ما اقدرش. اسعد يوم في حياتي كنت متخيل ان هو هيبقى يوم لما ابني اتولد، بس ده ما كانش اسعد يوم في حياتي. اسعد يوم في حياتي لما ابني ضحك لي. ده كان لما عملت له حاجه ضحكته. يعني انا كنت متخيل ان هو يوم ولادته ده كان اسعد حاجه، بس لقيت ان سعادتي كانت اكتر لما ضحك لي. شكرا. واضح.